السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد، مقطع جديد مع ابطال العالم. والله ابطال العالم يا حبيبي يا حبيبي، حي والله حي. يعني الحين بطل العالم نزل لكم مقطع وبيلعب وانتم تستمتعون ان شاء الله. والله دلهم على الكاس والله ما تسوي عليهم. طيب يا جماعه الخير، قبل لا اشرح لكم اللعبه لا تنسون اللايك والاشتراك. ممتاز ممتاز. لعبتنا وش اليوم يا رايد؟ لعبتنا الصياد والغزال. يا غزال، شفت انا لابس يا غزال يا غزال, غزال. عشان وشو يا ويلكم. طيب شرح الفيديو على السريع يا جماعه الخير، واحد منا بيكون صياد، ثلاثه بيكون غزلان مع مجموعه غزلان. حلو. الصياد لازم يصيدنا احنا، اذا صاد واحد ثاني او من غزال صدقي يعني مو بحنا كمبيوتر يعني من دمه. صح اي صح. الجنون حقه ينجن يعني يصير مجنون بعدين يصير ينهزم. في فطر لازم ناكله، اذا كلنا يطلع صوت، الصوت هذا يسمع الصياد. عشان الموضوع كل شوي بيكون واحد منا صياد، نشوف مين افضل صياد. بسم الله انزل لي. طبعا المعلوميه لعبت اللعبه يمكن 8 مرات قبل يعني ظلم ظلم صراحه. انا اشوف ظلم. انزل انزل لي كابوسك. شوف اللي جرك، شوف اللي جرك، امشي. والله حلم حياتي نهبل بصالح باذن الله. طيب طيب يا الصياد. الله عديمي والله رايد ايزي احس يا رجال. ايمي خو يلا الحين هذول احنا، فما تدري من بيصير. يلا تطلعون يلا شوفوا يلا حيوم اعطيه واحد غبي يا شيخ. مسافه مسافه. صلينا الصياد صلينا. الخطه الخطه توزعوا 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 توزعوا. ما قلت الصياد دقيقه ما يدخل فيك. إيه؟ نفسك يا حماده ابعد عني، لا تلزق جنبي ابعد. إيه انا شباب شباب اي عندي ايش اسوي؟ الاي يحط لك زي الرادار كذا يقرا اذا في احد من الغزلان حول المنطقه هذه. شباب افضل مكان انكم تروحون عند منطقه فيها فطر كثير عشان يعني وقت النكبه وقت الجوع. صادق. شوف انا قاعد امشي شوي شوي الحين. بالغلط بالغلط صليح وربي بالغلط صليح سمح صليح. طيب بلاوي تعال تعال والله بالغلط والله بالغلط. تعال بلاوي يا زراي تعال تعال. ليه اكلته يا المشفوح؟ ليه؟ انت ليه تجي؟ مكاني ذا مكاني ذا يا صالح. انت وين رحت؟ اه جيت بطني. اذا جعت اوقف. ايوه اي يطلع. جعت صليح. كلت كلت صليح سمح صليح. الله لا يوفق العدو. واو اذا جعت توقف ويصيدنا. صليح ضاع الوقت وانت وانت باقي تلحقني. والله انك سيء صراحه يا صليح. والله يا صليح والله ايمي شربه يا عيال. اكل قدامك يا الهطه في القمه. جدول عليه صالح واضح. سدحني يا عيال سدحني يا عيال سدحني. باقي اثنين. انت باقي اثنين للمعلوميه. ترى اذا صدت احد منا صليح يزيد السنه اللي فوق العقل حقك يزيد. زاد كيف والله زاد يا ويلي يا صالح يا اخي. ثمان مرات لعبته شخصا شخصا شخصا. صليح ايش تسوي فيه شخصا يعني؟ سمعني باذن الكبير سمعني وانا اجوع. قاعد تمشي قدام الطاقة. حماده حماده يا حمار. وينه؟ ما سمع ما شفته ما شفته. واو وين الطاقه؟ دق دق يا عيال وين يروح؟ ايه صوت معده. رايد انت اللي جوعان. باكل باكل جوعان. قاعد ادور قاعد ادور قاعد ادور ضيعته يا عيال. ضيعت حماده كذاب. انت وراي اعرفك حماده. سوي نفسك جنب غزلان ثانيين. الامور طيبه. هاي انا مجنون حماده. المعده يا حماده. غزلان خلنا نكسر. حماده جاع. تعال والله هبل قبل قبل يا شيخ. القم انت اخر واحد يا رايد. والله روح كل روح كل روح كل. انت الامل تكفى رايد. رايد بسرعه روح كل رايد. يا الفضيل احس هذا رايد. صليح ترى تسمع صوت المعده اذا هذا. كل يا رايد تكفى. بس اسكت اسكت يا بس اسمع صوت المعده. يلا 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 احس ذا رايد. لا مو هو. ايوه شكرا رايد راح تفوز خلاص. حلو حلو حلو. باقي لي شوي بيفوز رايد. لا صليح صليح اسمع ترى اذا جا الليل لازم تنحاش للكوخ حقك. رايد خليك حوله ها عشان تلحقه. يلا رايد 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 الحق الحق. شوف 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 شوف. ليه يروح الكوخ؟ ليه يروح الكوخ؟ وين الكوخ؟ اضرب بالماوس بالماوس بالماوس. رايد بسرعه بسرعه لا يوصل. رايد تكفى. وصل يا رايد وصل. رايد راجع والله فاز والله فاز والله فاز والله فاز.
تدري ايش القهر يا صالح؟ ان الرايد اخذ لفه زيه ليه ما راح للباب؟ ما يدري ان المدخل من هنا ما يدري. يا عيال اقطعوا كلنا الصياد. يا عيال ايش هذا كيف قدر علينا كلنا اقسم بالله قبل قم. انا الصياد هاي تعالوا وربي. يا تفرقوا تفرقوا عيالك كفون تفرقوا. ما عليك عليك عليك. طيب لا تطقع. ام 10 ثواني انتظركم يا الليل. هذه ما صارت اول ولا؟ الا لازم 10 ثواني. اجل افقع يا كبير. طيب زليت الوال زليت. فقعت فقعه بنت لذينه. ايه بتنجبرون تاكلون بعد شوي. طيب هذه الكاميرا هنا خلينا نحطها. في غزالتين هنا مسوين اخويا مسوين غزلان طبيعيين صح؟ طيب. يربي 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 يربي. ما اللي ياكل هنا؟ بس يا حبيبي. بس يا حبيبي خلصت ام الفطر. لازم خلص الفطر. بس مسكينة القم بس. من اللي لقم؟ صالح شو دريت انه انا؟ شفتك تاكل من بعيد. يا ويلي القهر. مالك الشربي. ايوه ايوه. والله انا صرت كام؟ يا مرحبا. يا مرحبا. يلا بس اللي بعده. وين اللي بعده؟ خلوني لحالي تكفى. وين اللي بعده؟ وينه وينه؟ صليح مسوي هدوء وساكت يا عرق. اقسم بالله اني اثق حماده. تكفى تكفى الزهراني لا يشيلك. اما اللي باقي حماده مو بصليح؟ لا يا حبيبي انا اندعست انا. حماده وينك؟ خلنا نشوف. حماده اثق والله اني اثق. يا حي الله حماده. مستحيل هذا. مسوي غزاله بريئه صح؟ تعال يلا بتاكل بعد شوي. اما بيجوع الحين. الحين بيوقف غصب. يلا يلا ياكل عشب. ياكل عشب يعرف يمثل بعد. شوف كيف ياكل عشب. تخيل يا حمادة صدق وقت طعم البو. وقف يا عمري. مو يا مجنون يا حمادة. جاك ترى جاك. يلا برا بس. يلا المعرق شفتك من بعيد. اكل المعرق يخرب بيت العرق. اسرع كيف العالم يا ولد. يلا اللي بعده. والله العظيم على السريع يا عيال تكفون يا رب. وش الخطه؟ وش الخطه؟ انك تموه. اسمع الخطه انك تموه انك تركز على غزاله ثانيه وتركز في الغزاله اللي بعيد. انا الصياد. انا الصياد. انا بقول لك شيء حاليا ما في خطه بس اركض. ايه يقلع ام الفله. ايه خلص اوريك الحين. شباب شباب عندنا تحدي. الماوس اللي على اليسار. التحدي يا شباب نخلص كل الفطر اللي في الماب. يلا 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 يلا. تب 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 تب. اعلمكم الحين للمعلوميه شباب. الغزلان الماوس اللي على اليمين تضغطه يسوي رادار يفحص المنطقه يشوف الفطر اللي في الماب. علمنا بعد ما فاز. لا اذا انت غزال يا غبي. اذا انت غزال. يا عيال عندي خطه. لا احد ياكل. ايه نجوع مع بعض ناكل مع بعض. يضيع ما يدري يروح اي جهاره. يلا واحد واحد يا اثنين واحد غلط ثلاثه. اي والله رايد رايد ذبح واجد غلط مو واحد. يا قاعد الحق رايد. انا قاعد اشوف هذا. قاعد اشوف صالح قاعد الحق رايد انا. بس والله انا كسخ قاعد يطقطق. انا قاعد الحقه. شافني شافني ابن الحباب. صالح جيتك جيتك جيتك. صالح كيف يا عيال؟ صادق صادق والله صادري يا عيال. انت عاد تمشي قدامه عاد حمار. ايه بجيح. رايد وينك؟ رايد ترى اللي قدامك صالح. شافني والله شاف. ركب 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 بطقه. ضاع ضاع ضاع. ما عاد يدري ما عاد يدري ضاع. ايه ايه ناكل مع بعض. من اللي باقي معي؟ انا وياك. انا يلا وياك. انت عند فطر؟ انت عند فطر؟ لا يا عيال صالح معرق يلعب استراتيجيات الكلب. طيب شوف هذاك هو. يلا واحد صالح دامك معي. اثنين ثلاث دقيقة ثلاث رايد يا فاي كلهم وراك. شوف الحين طلع لك وعدينا دخت انا. اي هذه خطة يا وحش. والله ذيب يا صالح والله ذيب. دوشنا دوشنا شق البحر. يا العلوم مالها بالزق. شد السهم للاخير. باقي لك طلقه واحده. باقي لك طلقه واحده ترى لازم تجيبها. يلا بجيك يا كبير يلا عشان تعيش. ضبط امورك. يلا وينك؟ يلا يلا تعال تعال يا وحش تعال. وينه 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 هو وينه؟ وينك وينه؟ اصبر رايد. ايوه هذا هذا. يا حي الله رايد. يا مرحبا كيف الحال؟ عساك بخير. القم بس. صعب مرة. لازم الماوس تشد للأخير يا رايد. استراتيجية ابن أم الصياد يصيدني. يلا تعال حمادة. يا رب أنا صياد. لا ما أتوقع إنه يمشي علينا بالترتيب ترى. إيه إيه عشوائية عشوائية. حمادة إلا والله شكله بالترتيب. تعال يا حبيبي أنت ويا وري أمكم الصياد. تعال تعال طقطق عليه. تعال تعال يلا يلا يا حليلك تحسبني ما أعرف. ها
اذا اذا ما عندي صيدنا عيون صغيره. يلا 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 لا انت صوت طويل اقدر اشوفه من برا. ما يشوف الا غزاله واحده كل مره ما يقدر يشوف اكثر من واحد. اي طيب اسمع رايد هذا الفطر حقي ورب والله انك ما وضحتونا. طيب ما تاكل وتركض قدامي ما عليك ما راي يشوف. والله انه وراك ترى وراك ترى وراك ترى وراك ترى وراك ترى وراك رايد شرد رايد البحر يعني ناكل بنفس الوقت. قاعد اكل قاعد اكل عشان اشتت منك. اح والله ابغى يجيبني. اقلع من النكبه. طيب انا وانت نركض سوا ليه؟ انا وانت نركض نفس الجهه ليش؟ ليه ما صيدها؟ سقف الكم معده مين؟ معده مين هذه صليح؟ والله ما اخليه يا رب. يا رايد كل معدتك اسمعها من هنا. ايوه شو اسوي طيب؟ كل كل فطر. حي الله صليح كيف الحال؟ كيف الصح؟ اهلا وسهلا بتركي الله يحييك شلونك؟ يا مرحبا يا مرحبا رايد باقي حي وربي اسطوره. رايد قاعد يلعب راح مات والله جيت الله يخرب بيت القهر يا عيال. والله ما خليك عنده الاي وش يسوي؟ الاي تحط رادار ينتبه لنا اذا اكلنا وانت في منطقه بعيده عنا. صليح باقي انت؟ لا صالح معي انا وصليح. رايد 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 راقبني بالماوس اضغط زر لين تجي علي انا تشوف اسمي. صليح كل صليح كل صليح لازم تاكل صليح كل صليح كل 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 كبتوني. والله ما شافك. ما شافني. تدري التمثيل الاصلي كيف رايد تشوفني صح تشوفني؟ اصبر 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 لا ما اشوفك الحين اشوف صح الحين اشوفك. شوف شوف سوي نفسك تاكل عيش شوف حسبك غزاله صدقيه. علي بابا كلا 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 اصبر صليح كل صليح كل قاعد اكل قاعد اكل مستحيل هذا وينه؟ لا خلاص عماد اول شوربه بعد يا عيال الصوت قاعد امشي على ذي ما ادري وين. حط الرادارات حقتك يا تعال 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 صليح تعال علي تعال علي وحش تعال 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 نظر ورق. طيب تعال وربي ما تروح وربي ما تروح وربي ما تروح وربي ما تروح. ام الخبز يا عيال يمه يا عيال والله ضيعت والله ضيعت والله. ايه افشل صياد صراحه حماده بعدين رايد الحمد لله. انا ابغى اروح كعبه قهر يا شيخ يلا اسمع يا اللي يصير صياد نمشي مع بعض احنا فهمت. صليح تعال صليح صليح وربي انك فزت الراوند الاول صدفه. تعال امشي 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 انت وياه امشي. لا 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 نمشي مع بعض ترى نشتت عشان ناكل. يا رجال امشي مع بعض امشي لحالك صايدك صايدك الزهراني. هاي تعال وربي اتحداك اتحدى والله اتحداك يا اخي لا تتحدى الزهراني يا حطوا مسافات. هي هي استراتيجي ناكل مع بعض كل واحد يروح عند فطر كل واحد يوقف عند فطر. يلا مستعدين؟ ايه ايه يلا واحد اثنين ثلاثة كلوا. داخ 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 كان جاني يا ما صوت الطقعة. تعال 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 طاح في البحر. رايد نشب في الشجر. يلا اي والله شب جاهز حماده. اي يلا واحد اثنين ثلاثه كل موت بسرعه. انا والله العظيم لا تفل ابو اللعبه نشبت بالعصات انا جنون جنون حماده. شو اي رايد رايد شوف الغزاله ترى مويه يا عيال الخير. ليه 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 ركض ليه ركض بعيد عني ما والله نمو كلمني ولا تكلمه ياك والله جاك اكلم موبلز. دور دور على الحصات بيدوخ ترى. صيدك صيد والله جابني الكل يا زهراني والله جابني باقي ثواني. ايه ايه ترى صليح غشاش اسمع صليح غشاش اذنه كبيره والله يسمعنا من بعيد. والله اسمع علي بابا حماده وربي لو يصيدك تكفى. يعني خليك ايه ما ردك تاكل يا حماده ما ردك تاكل حماده دلوقتي. كل وانحش مكان بعيد ما ردك تاكل يا حماده ما ردك تاكل حماده ترى بعيد كل 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 يمديك اخلص كل والله بعيد بعيد عنك حماده مره بعيد كل وانحش انحش بس بس خلك 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 اركض 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 خلاص بيضطر بيضطر ترى ينقص السنتي حقك يا صليح لازم تتصرف. ايه ما عليك ما عليك انت حماده ما ردك تاكل كل حماده الحمار اكل وقاعد مكانه تحرك.
انكب عرفت صليح اذا علمتك مكانه وش لي واقف طو... تكفى صالح صالح تكفى صالح تكفى صالح والله بتصير حلوه كل كل حماده كل 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 يا حماده انحش انحش غير مكانك على طول لا تطقع ما يحتاج طاقع امشي امشي طبيعي امشي طبيعي ايوه ما يدري جا 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 لا لا ما يدري ما يدري بعيد بعيد والله يتحركات حماد انها ورب جابك والله العظيم ان غبنا والله ورب جابك صليش دراك انا محتار بين الاثنين محتار بين الاثنين والله لا ما شفتك تركض محتار بين الاثنين لان الاستشعار جاني هنا حمد يلا عوض عوض يلا حماد يتم التعويض يتم التعويض انا ودي افوز صالح 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 تقول لي صدفه وربي ورب انك مجنون صليح صدمتني يا صليح والله حبيبي يا حبيبي والله صدمني ورب الكعبه ما تروح لا اصيد ادرك لا اخرمها من النص حماده ركز ايه تدري ايش مشكلتنا نستعجل لا تستعجل على روقان تصيدهم كلهم واحد واحد طيب شباب كل واحد عند فطر ها جاهزين يلا يلا ما عليك جاهزين رايد انت عند فطر ايه يلا اصبر شوي اشوف اشوف لا لا اشوف ايه اشوف يلا واحد اثنين ثلاثه ضع 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 يا ليه واقفين جنب بعض انتم دقيقة انتم ليه جنب بعض يا عيال حرام عليكم ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري من لقم من لقم من لقم ابو اذن اما رايد حي كفو رايد انا حي منكتم يا ساتر والله صادني يا عيال يا عيال اثق فيكم ازهل 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 طلعت شخصية المعرق اوريك رايد جاهز انت اصبر اصبر اشوف 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 اكلت 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 شتتت شتتت عنك مو رايح لك شتت والله شتتت والله مو رايح لك جايني جايني انا ازهلني راح لا راح لا والله راح لا يا رايد يا غبي رايد رايد افضل حل انك تروح عند ثلاث غزلان تقريبا وتك بينهم تك بينهم والله رايد بنشوف قاعد يعدي رايد يا عمري يا رايد بشكل جنوني يا عمري يا رايد يا عمري يا رايد يا عمري يا رايد يا عمري يا سوي جنون يا والله 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 يا جبد الله انا مخي شغال بس يدي مو شغال ايمي خرب بشكل جنوني والله ما قصرت يا رايد ما قصرت والله مستحيل الايم خايس عندي انا لازم اصير صياد ابي اخر واحد بس اصير صياد خلاص ما في شيء انتكم راح انتكم منكم جميعا صالح قريب منك واخر يعني بسوق عليه دز امها بس يلا روح احاول على قوة الا بالله كيفك يا اخي ايه صالح وبلز اقسم بالله لو تسويها اني اسبح لك واسميك افضل بالله والله تحداك طيب. والله مستحيل مستحيل طيب هاي شوف صعبة صعبة بتاكل طيب شوف شوف مو مشكلة اوه نقص نقص عنده نقص نقص لانه قاعد يطلق على ناس علي بابا حمادة يبي صيدهم حياك الله صالح تبغى تاكل من ذي تبغى تاكل من ذي لا لا لا, لا. اه تبغى تاكل منها الغزال على رجلين يا سلام يمه صالح تكفى صالح تكفى يا صالح والله ينديك ينديك صالح تكفى اوف 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 وين هو يا ولد ما ادري يا ربي خاسي ابو عيون ضيق انا اوريك يا ربي ترى صندحك يلمع مع الشمس دي والله رصيد يلا يلا تعال تعال تقوى تقوى هذا ليه ما قاعد ياكل طيب والله جوع نفسه صايمين يا ابو نعم انها هذه هي المنطقه الذي سوف اصيدك فيها تعال اوه يا ابو تركي اوه يا ابو تركي اه يا ابو تركي لو تسويها يا ابو تركي ابو تركي تكفى يلا تكفى يا صالح ازهلني تكفى يا اوبلز افعلها يا اوبلز افعلها يا صالح تكفى شافك والله شافك يا صالح 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 القوم وربي ما تسلم وربي ما تسلم تعال تعال وربي تكفى صالح تعال تعال تعيرك ضيق تعال وراك وراك والزمن طويل تعال تكفى لا يدخل لا يدخل لا يدخل وربي ما تعدي يا صالح حسنا الحين انا رايد تكفى يا رايد باقي انت كلنا بندعم يلا رايد بس رايد لازم تصير اداء بطولي يا عيال
انا كغزال رايد رايد اسمع رايد لازم عشان تطلق السهم خلك ضاغط على الماوس عشان يسحب السهم مسافه بعدين يطلق يشد. اصعب شيء الايم ما عرفت ايم الين الحين يا عيال. صعب يا عيال. ايه وش تسوي؟ ايه إيه يعني تحط رادار يتبع رادار يعني اذا ركضنا من قدامه يعلمك ان في احد ركض من كم هنا. كم واحد عندي؟ عندك 6 اظن يا عيال. شباب ما يحتاج استراتيجيه الفطره احس والله. ايه والله العظيم يا عيال صياد عارف بس غزال شرب. انا بالعكس أنا الغزال متعه. ايه الغزال هو اللي اعرف له انا صياد صعب. الغزال ايه يمديك تكي جنب غزلان ثانيين وربي ما يزيد. زي تو يا حيوان حولك 13. اه هذه الخطه انا اشوف عدد كبير تكي معهم. اقطع من الكار. يلا يلا ايوه رايد اصابتنا السمنه وانت ما صدت احد منا. يا ولد انتم وين يا عيال؟ ابن امه ياكل الحين اتعب. ها اكلت يلا تعال. وينك بعيد انت عني 75 متر بعيد. كله كله يا عيال خلوه يجرب متعه الصيد. يلا تعال. ها رايد ها اكلت يلا تعال. جننا رايد لا تطلق الا انت متاكد نصيحه لانك العقل حقك نقص. صادري انا تو ترى ذي رايد. رايد تقوى تقوى رايد تقوى رايد كل بسرعه. الله رايد اوه من لقم. ايوه الحمد لله صليح صليح والله اعطاني افا صليح. يا عيال غزال شرب انا عطني صياد تكفى. الله صلحت عليك لعبت صياد مرتين انت تفضل حماده. كل تكفى تراه جنبي. انا اكلت من اول. وانا اكل ثانيه. اكلت انا اكلت والله نقريم مني يا رب. يا رايد عرق يا عيال. اي بس اي واحد خش الزون وانت هذا. لا لا مو هذا مو انا هذا مو انا. صليح تشوفني دقيقه وينك؟ رايد وراك نظر وراك بسرعه. صليح يا كلب صليح يا اللي والله انك ما تستحي يا صليح وربي لا معط اذنك ما عطها تمعيط. طب هذا اللي قدام كذبه رايد اذبحه. والله يا صليح انك ما تستحي. صليح يا معفن والله انك معفن. طب انا اوريك صليح. دائما القناص يكون عنده واحد مساعد. لا اي صادق صادق. يلا هذه الاخيره هذه الاخيره. هاي تعال انا الصياد. يلا تعال انت وياه. صالح شوف اسرع. ما يقدر يشوف زين. يلا اذا انت اسمك صالح الزهراني صدني تسمع. طيب اسمع شوف اسرع جيم في اللعبه تعال. المشكله انك انت شربه بالغزال. يا تكفون اعتمد عليكم. نفس خطه الرسالة ناكل فطر نفس الوقت. يا عيال الحبايب اعطينا خطه تستخدم عليك تعال. يا الله يا ساتر صالح وش راح يسوي؟ طيب اللي قال خطه ليش ما سويتها؟ الحين اصبروا يا عيال لا احد ياكل. ها عطنا التوجيه ابو مشواح. ها ما عليك. يلا حيا وش الاخبار؟ لا لا كيف الامور؟ اصبروا كيف صحتك؟ بشر رايد جعنا. ما اقدر اصبر. 3 2 1 اكشن. مشت عليه يا عيال مشت. يلا بس يلا يا حبيبي يلا يا حبيبي اللي بعده اللي بعده بسرعه نفس التايمنج. ها غبنا اللي بعد. حماد اسمع بقولك شيء عن الزهراني. ترى ذكي يحط اجهزه فانتبه منها. صادق صح اسمعكم. طيب ايه يلا حماده 1 2 3 اي والله يحطها برد الوجه. يلا بس اللي بعده صح الزهراني. كيف عرف؟ قطع شكله معرق. يلا يا عيال معرق. لا هذه يلا برا يا حبيبتي. حماده ليش يوم التفت فجأة القى ذابحك في وجهي. ولا اعرف لك شيء. ليش؟ يعني اني بسوق على راس يعني شفني ترى انا طبيعي كمبيوتر. اعطاني في راسي. شفتك تحركاتك غريبة الصراحة ما هو في كمبيوتر. وصلنا لنهاية الفيديو يا جماعة الخير يعطيكم العافية. بحط حسابات الشباب تحت. صليح بحط حسابه في الكيك لانه صليح ستريمر يبث وان شاء الله قريب يفتح قناه باليوتيوب باذن الله. بنقول لكم اداء للقاء بطل جديد. لا تنسون تطلبون وجبه فالكونز من كودو وبرضو الميرش حق كاس العالم موجود بالمتجر. اللي بيطلب يشتري من الكود حقي او يحط الكود حقي ار اي تو. تراني لابس الميرش رايد. ايوه الكود تحت ورابط المتجر تحت يا جماعه الخير. مع السلامه حقك حبايب. يعطيكم العافيه. مع السلامه حياكم الله.